وأن حب الأوطان من الإيمان، وأن ذلك ما تؤكده وتؤيده العقيدة الإسلامية والسنة النبوية وسائر الأديان والملل، بل ويتفق عليه كل أصحاب العقول السليمة. فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله، فإذا ضاع الوطن فلا بقاء للنفس ولا للعرض ولا للمال ولا للدين.